السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير سألتني بتقول ان هي بعد ما بتحمل فيديو والفيديو بياخد مشاهدات وبيحقق معاهم ساعات علشان يوصلوا ل 4000 ساعة، بيفاجئوا بعد كده ان الفيديو جه عليه انذار، وان لازم ان هما بيقولوا كده خايفين ان القناة تتقفل، فبيضطروا ان هما يحذفوا الفيديو. طبعا لو كان الفيديو محقق معاهم مثلا 100 ساعة او 10 ساعات، في حالة حذف الفيديو الساعات دي بتتحذف معاه. الحل ايه؟ الحل بيكون بسيط جدا. اول حاجة احنا بنروح لقناتك، بنروح للاستوديو اليوتيوب، بنروح الاستوديو اليوتيوب وبنبدأ نروح عند قائمة الفيديوهات اللي انت محملها على القناة. من هنا الفيديوهات، في فيديو انا حطيته هنا وسميته اغنية، اول واحد ده وسميته اغنية زي ما احنا شايفين، وكنت حاطه غير مدرج. لازم اي حد فيكم حمل فيديو جديد حسب التعليمات الجديدة في اليوتيوب، اي فيديو هتحمله خليه غير مدرج لوقت معين، تقريبا من ساعتين لعشر ساعات، علشان اليوتيوب يتأكد ان هو معلهوش حقوق ملكية او مفيش عليه اي انذار او اي مشكلة. فلما بنيجي نشوف هنا كده، انا عامله غير مدرج والباقيين كله علني. هنا كل دول ما من قيود مفروضة، احنا بنروح لخانة القيود دي وبنتأكد، فنلاقينا هنا ايه؟ يتضمن الفيديو مطالبات. بنحل الموضوع ازاي؟ الحل بيكون سهل جدا. بتروح عند الاطلاع على التفاصيل، بيفتح معاك بالشكل ده، هو بيقول لك ان الفيديو اللي انت حاطه ده مش ملكك، ايه المشكلة بتاعته؟ فبيقول لك هنا المحتوى المستخدم اللي هي اغنية بتاعت انغام، ونوع المطالبة عامل لك دي اللي هي الصوت، الصوت اللي موجود في الفيديو هو اللي عليه مطالبة. يبقى احنا هنشتغل على ان احنا نغير الصوت او نحذفه، بس بطريقة ما نخسرش فيها الساعات، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيديو مجزي او فيديو مش كويس. بيجي هنا بيقول لك ان انت عشان عندك المطالبة دي، اي فلوس هتعملها بعد كده لما قناتك تتفعل وتحط اعلانات، الفلوس دي كلها او الاعلانات، الربح اللي هيجي منها هيروح لشركة روتانا. الحل بنعمل ايه؟ نسمع كده مع بعض الجزء اللي هو بيطالب فيه. طبعا انا عملت جزء ده عدلت فيه عشان اوريه لكم للشرح، فانا هوريكم الجزء اللي عليه مطالبة اللي هو الجزء الاخير ده واللي باقي. اسمعوا. ده الجزء من الاغنية اللي باقي اللي هو عليه المطالبة. الحل بنعمل ايه؟ بنروح عند اختيار اجراء، وفي هنا قطع المحتوى وازالته. طبعا هنا لما يكون دي 3 دقايق وفاضل عندي مثلا 5 ثواني او 10 ثواني، دي مش مشكلة لو قصيت الجزء ده. لكن لو انا حبيت بعد كده الاغنية مثلا كانت 3 دقايق وطلع المحتوى كله عليه انذار، فانت لو حذفت ال 3 دقايق معناها ان انت حذفت الفيديو، معناها ان الساعات بتاعتك بتروح. في استبدال الأغنية وفي كتم صوت الأغنية. طبعا كتم صوت الأغنية لو أخدناها وجيت بعد كده أنت شغلت الأغنية، أو أي حد شغلها، بيحس إن أنت المحتوى بتاعك ملوش أي معنى. الحل بنعمل إيه؟ بنروح عند استبدال الأغنية. استبدال الأغنية أنا ما بجيبش أي أغنية تاني من بره، لأن لو عملت نفس الشيء وعليها حقوق ملكية أنا برضو أخسر. الحل بيكون في إيه؟ الحل إن إحنا بنروح عند استبدال الأغنية، وبجيب أغنية منين؟ من اليوتيوب، من اليوتيوب نفسه، في عنده كمية أغاني أو موسيقى هو حاططها بدون حقوق ملكية. فبنبتدي مثلا نروح عند أول واحدة دي ونسمعها. مثلا هنختار دي. احنا بنيجي عندنا هنا اللي هو الجزء اللي فيه المشكلة، بس انت اختار أي واحدة. تمام، انت عندك هنا مثلا المدة بتاعتك 3 دقايق، فانت حاول ان انت تختار حاجة هنا في حدود ال 3 دقايق. هنختار مثلا دي لانها 4 دقايق، ولو كان الفيديو بتاعك ساعة او ساعتين كرر الموضوع ده، ان انت بدل ما تخلي مثلا دي حطيتها مرة واحدة هنختارها 10 مرات مثلا، تعمل معايا 40 دقيقة. فخلاص احنا اخترنا دي تاني واحدة، واروح قايل له الاضافة الى الفيديو. خلاص احنا اضفناها للفيديو، وبقول حفظ التغييرات هنا كده حفظ. بعد ما نحفظ التغييرات بنروح للفيديو الاصلي، بنرجع للفيديو الاصلي. طبعا هو هنا لسه في حقوق ملكية لحد ما هو بيعدل ويشيل الموسيقى دي ويحط دي. طيب تعالوا كده مع بعض
نعدل بقى الباقي باسلوب حرفنة شوية بحيث ان احنا ما نخسرش المشاهد بتاعي. هي كده الاغنية بعد ما هتركب الموسيقى، لان انا كنت حاطط موسيقى قبل كده، هيبقى ده شكلها. خلاص، لكن هي مش انغام ولا لها اي علاقة بانغام. بنعمل ايه؟ بنروح كاتبين مثلا ايه، موسيقى هادئة. على الهدوء. ده كده الوصف. طبعا احنا عندنا الاغنية احنا حاطين لها صورة اللي هي صورة انغام، فانت لا، هنبتدي نعمل ايه، تحميل صورة مصغرة. روح عند اي صورة تاني، لان الصورة اصلا ما جاش عليها ايه حقوق ملكية او جه عليها اعتراض. بس احتراما للمشاهد اللي بيجي عندك وبيشاهد، انت ما ينفعش ان انت تحط صورة مثلا ايه يكون فيها حاجة غير المحتوى اللي جوه. فاحنا حطينا مثلا صورة زي دي وبقول له حفظ. هتطلع مثلا الاغنية دي، هنختار الصورة دي مثلا كده، وبعدين ايه هتيجي الصورة هنا واقول له حفظ. خلاص، هي كده الصورة اتعدلت، بقى الفيديو عندي موسيقى هادئة، والصورة هتتحط هنا طبعا ولسه بيحمل. خلاص كده بنرجع للفيديو عندي. طبعا هنبص بعد شوية لما يتعدل ويحمل هو يتأكد ان الموسيقى اللي اتحطت اتغيرت خلاص ويعدل فيها، هتلاقي خلاص ان الفيديو عندك ما من قيود مفروضة. وبالشكل ده انت حافظت على الساعات اللي انت ربحتها، وبعد كده حتى لو حد شاهده بعد كده اي اعلانات هتنزل عليه هيكون مردود الاعلانات ليك انت. اتمنى ان انا اكون قدرت اوصل لكم الفكرة ان انتم ما تضيعوش الساعات بتاعتكم، واكون نبهت على نقطة ان اي فيديو تعمله طالما انت مش متأكد ان عليه حقوق ملكية ولا لا، ان انت تعمله غير مدرج وتاني يوم راجع عليه شوف في عليه قيود ولا مفيش. دي الطريقة الوحيدة اللي انتم ما تخسروش بيها الساعات. اتمنى اكون ساعدتكم بحاجة، وما تنسوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.